bien de son importantes y في حلقة أخرى من خطاب نجاح مصري في الاستضافة العالمية يعني دي رؤية مصر توجيه القيادة السياسية في دور الشباب الرياضي بصفة خاصة ما يختص في مصر يكون جاذب لاستضافة كل الأحداث العالمية وده دور احنا عملنا ليه منهجية مبكرة جدا بدأت من استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية وتصفيات 23 سنة متأخرة للأولمبيكس أو الأولمبياد كرة القدم وطبعا حطينا موديلينج أو موديل لاستضافة الأحداث الرياضية بشكل يوازي أي أحداث عالمية تحديدا لاستعدادات مصر لاستضافة أي حدث مهما كان. الحقيقة بمرورنا بعد